معاملة خاصة يجب مراعاتها مع ذوي الاحتياجات الخاصة أمام ما تعانيه هذه الفئة من المجتمع من مخاطر التنمر والإساءة وحتى سوء المعاملة والعنف. وأمام هذه التحديات التي يعيشها ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يومي وفي إطار الجهود المبذولة في خدمة وتنمية المجتمع، نظم فوج كشاف سرمان محاضرة بعنوان كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. كانت محاضرة جدا قيمة، كان في أسلوب سلس توصل المعلومة للأطفال قبل الكبار، كانت في نماذج للشباب كيف يتعاملوا مع زملائهم من ذوي الإعاقة داخل المدرسة، مناقشة بعض السلبيات، توضيح بعض المعلومات. محاضرة جدا هادفة، كان في اهتمام وتركيز عن طرق التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تأهيل الأسرة. الفعالية التي حضرها عدد من الفتيان والأشبال والقادة بفوج الكشافة تم التأكيد فيها على ضرورة دمج ذوي الإعاقة في المجتمع لدورهم الفاعل في خدمته وتنميته. نحب نأكد على دور الإعاقة في خدمة وتنمية المجتمع وفي خدمة المجتمع بصفة عامة، وبذلك ركزنا في هذا اليوم على هذه الشريحة من المجتمع من تعاني من الظلمات وقلة الإمكانيات. نحاول أن احنا نوفر لهم كل ما يلزم من إمكانيات ومن الدعم سواء مادي ولا معنوي. المحاضرة التي أقامها فوج كشاف سرمان جاءت بالتعاون مع منظمة طوق الياسمين لذوي الإعاقة وجمعية متلازمة داون بالعجلات، جهود تحسب لمن تحمل مسؤولية الالتزام بإدماج هذه الفئة مع المجتمع والاقتناع بأن لا إعاقة مع الإرادة.